عدة فعاليات تنظمها إدارة الأوقاف السنية كشراكة مجتمعية مع عدد من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية، وهذه إحدى الفعاليات المهمة التي ننظمها مع جمعية الصداقة للمكفوفين، وهي الاحتواء هؤلاء الأبناء والبنات الذين عندهم رغبة في تعلم القرآن الكريم ودراسته وحفظه. فتم التوافق مع الأخوة هناك في جمعية الصداقة للمكفوفين بعمل هذه المسابقة، وبفضل الله تبارك وتعالى شارك فيها عدد ليس بالقليل من الأبناء والبنات، وكبار السن أيضا شارك معها. واليوم نحن في حفل ختامي، ننظم هذا الحفل الختامي، وبإذن الله تبارك وتعالى ستستمر هذه المسابقة في سنوات قادمة، وسيكون هناك أيضا عمل مشترك معهم ليس في رمضان فقط وأيضا في الأيام القادمة بإذن الله. نشكر إدارة الأوقاف السنية بالتعاون مع جمعية الصداقة المكفوفين لإقامة هذه المسابقة، نسأل الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم. تقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية على رعايته الكريمة لدورة ومسابقة أحكام التجويد وتلاوة القرآن الكريم، واللي نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية الصداقة للمكفوفين. وتقدم أيضا بالتهنئة وأبارك لإخواني وأخواتي الحاصلين على المراكز الأولى، ونقول إن شاء الله بإذن الله في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا وإياهم الذين غفر لهم. هذا حفل الختام لدورة التجويد في القرآن الكريم اللي قامت الدائرة بتنظيمها مع جمعية الصداقة للمكفوفين اللجنة الثقافية، وكانت فرصة طيبة لتدريب فتيات وأولاد المكفوفين على هذه أحكام التجويد، تدريبهم هذه فرصة طيبة جدا مع وإحنا نعانق كتاب الله يعني دائما بأناملنا وبصيرتنا، وهذا تشجيع جمعية الصداقة للمكفوفين بالتعاون مع دائرة الأوقاف. وطبعا احنا بالامس القريب كنا مع سعادة السيد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اللي فعلا لقينا منه المحبة ولقينا منه الطيب والاستعداد لدعم ذوي الإعاقة وذوي الهمم. واليوم بعد ايضا الشيخ الهاجري ما قصر معنا هالوقفة الكريمة وتكريم مجموعة من الفائزين في دورة التجويد.